يا من أهم الأمور اللي توضحها للحصان اختبارك اسم الثقة وحتى في لغة الجسد. ذكرت سابقا أنك مرات تعلم مثلا فرضا على احترام أو عفوا على عدم احترام العصا، تحش بالعصا أول شيء يسويه أول ثواني أو أول التقاط مع حصان جديد متصف بقاطع، تخوفه بالحبل، تخوفه بالعصا، تخوفه بالأكياس إلى آخره، وأنت قاوده وتعلم أن أثناء خوف تعاملي باليد صحيح، وأن الشيء اللي خاف منه ما ضربته فيه أو عورته فيه، فيبدأ يطمئن أنه عارف أن الشيء ما أذاه، وطريقة تحكمي فيه أثناء الخوف صحيحة يخاف ليش فيطمئن منه. ومن ضمن الشيء ذا حركة اليد، هش بيدي يمين يسار، أبغى ما يهاب من حركة اليد المفاجئة حول الإذن حول الخشم حول التنفس. بس ذكرت سابقا أن العصا المقود إلى حد ما الكيس نعم يستمر حجرها، لكن اليد يحجرها بحدود لما مرات تستعملها بلغات الجسد. فرضا لما هش يمين يسار بيدي أبغى يطمئن، لكن ممكن بكرة لما تعامل معه بلغة جسد سواء في قود يعني قاودة وتعامل بلغة جسد اللي هي جسمي ومن ضمنها اليد الثانية اللي ماسكها باقي المقود، أو في بدوك لما تعامل معه وجسم من ضمن اللغات الجسدية دي وقبضتي، ممكن الحصان لما يهاجم عليك أو يحاول يلعب أو يحاول يجر عليك زيادة عن اللزوم تستعمل قبضة يدك كأنها فمه، وبيعضك بفمه أنت بتبقسه أو تعضه بقبضة يدك عامل بمثل. إذن لابد يكون عدم احترام اليد بحدود مقارنة بالعصا والأشياء الأخرى. تفسير بسيط، إذا أنا مثبت باليد اللي ماسك المقود واليد الثانية قاعد تهش ثلاث ثواني يطمئن، إذا اليد اللي ماسك المقود قاعد توخر عني لجهة معينة واليد الأخرى تفزع لها بيحترمها. فرضا أنت قاعد تقود الحصان حاول يجيك بفمه يعض، يدك اللي ماسك المقود موخر رقبته عنك ويدك اليسرى اللي ماسك باقي المقود أو باقي العنان تقبص فمه، إذن كلاهما اليد اليمنى اللي ماسك العنان أو المقود واليد الأخرى يوجهون رقبة الحصان عكسك، في الحالة دي بيحترم يدك اللي قاعد تهشه وتطرده لأنه يعرف أن الهدف منها أنك وخر عني وخر عني وخر عني، ولو جريت علي يدي الثانية اللي ماسك المقود تتحكم توازنك، فمهما كنت أنت قوي مني يدي الأخرى بتضمن أني بتحكم توازنك، إذا أنت ما تستطيع تستعمل كامل قوتك عليك. أنا أستطيع أستعمل كامل قوة يدي هذه بينما أنت تستعمل 20% من قوتك، لأن 80% الباقية ما أنت بقادر تستعملها لأن يدي الأخرى متحكم توازنك. في الحالة دي لابد يحترم يدي، لكن لما يدي اللي ماسك المقود ثبت الحصان عندي، ثبت الحصان قدام أنا مواجهه أو جنبي الحصان أثبت باتجاهك، ثم هش باليد الأخرى ثلاثة بيخاف مرة مرتين زلك مضبوط ثبت. إذا إن صح التعبير لغويا يدي اللي ماسك المقود تستطيع تثبت الحصان لي وأنا قاعد أهش بيدي الأخرى بالحالها بدون شك، هش باليد ثم نفس اليد ذي اللي هش فيها وما يتحرك ما يعبرها أستطيع أخليه يحترمها احترام حرفيا الحصان يرجف رجف منها. الواقع ان ما حجرها حجرا لها، حجرها لان اليد اللي ماسك المقود والعنان عندها دقة كافية تخليه حجرها، وعندما احترمها ما احترمها هيبة منها، احترمها لان اليد اللي ماسك المقود او العنان عندها دقة كافية تخليه يهابها او يحترمها. اذا الموضوع كله مرتبط ب دقة اليد او دقة العنان. انت بقى موضوع لغة جسد في البدوك حتى لما مثلا تبغى لما وجه جسمي ويدك عليك جسمي ويدي عليك بطريقة أبغى أطردك وفتنحش عنك، لكن لما أوجه نفس الوضعية هذه باليد باتجاهك لكن جسمي مو بقى يطردك أبغى توقف محلك، فنفس الوضعية اللي طردتك فيها بيدي لما سويها وجسمي ما سوى نفس الحركة اللي قبل شوي سويتها ما ينحش، بحركة معينة باليد أطرد طرد قوي ثم نفس الحركة دي لسا واقف ما انحش. إذن اللي خلاه ينحش من عدمه لغة الجسد ومن ضمنها اليد وليس فقط اليد. طبعا الفرق بين الجود ولغه الجسد، لغه الجسد بالنهايه محدوده يبقى الحصان يقدر يهرب عنك ثم تدريجيني فهمك، بينما الجود والركوب انت تتحكم بتوازن الحصان كله كامل، فلو اصر يخالفك مو زي لغه الجسد بالحاله بينحاش بس من طريقه لما تتعامل معه وتزين، لا اصر ينحاش اختل توازن ممكن يطيح، التحكم بالجود فوري اما التحكم بلغه الجسد ممكن ياخذ وقت، بس التحكم في الركوب فوري بس دقتك اعلى لانك على ظهر الحصان متبع على الارض فتكلفك اقل اخطر لكن دقتك أعلى.